وتحييكم تحية إكبار وإجلال لحضوركم الليلة في بيتها في فصوطة، ليلة من ليالي ألف ليلة وليلة يشهدها هذا البلد، وفي نشوة النجاحات التي نحياها وعلى جميع المستويات ومختلف الأصعدة، يسجل أبطال الفريق فريق كرة السلة تاريخاً سطره بماء النهر. هؤلاء الشباب الذين اجتمعوا سوياً بمشاعر الحب والاحترام المتبادل، وتحية وتحت اسم كبير، اسم يسطع في سماء هذه المنطقة وهذا الوطن، اسم يدعى فصوطة. يمثلون في إطار فريق رياضي لعب كرة السلة، وإذا بهم ينافسون على الصعود للدرجة الأولى بعد مشوار صعب تمثل بالعمل والمثابرة بالتضحية والعطاء. مشوار شيق وجميل بفضلكم وبحضوركم وتشجيعكم ورافقتكم لهم بالمباريات وصيحاتكم التي هيجت مشاعرهم على أرضية الملعب. تكونوا جميعاً عائلة واحدة وأسرة واحدة ينبض فيها قلب واحد ويشع منه وجه واحد، أمل وحب وتضحية وعطاء. كلمة حق إلى المدير الفني للفريق الذي تعدى المهنية فأصبح الأب الروحي والمعلم الأول للجميع في البلدة لهذه اللعبة، وصاحب الإنجاز الأكبر والتاريخي على المستوى المحلي بل والقطري، أبو الصبح الغالي. بشير أيوب الذي بشر منذ اليوم الأول لبناية هذا المشروع بهذا المساء الرائع. أدعو ببركة أهلا وسهلا مساء الخير للجميع، أهلا وسهلا فيكم. أقول كاليكولان السكانين شيكوها يوم لمسحك عليها مسحك حقيقي شلك فارفة السوطة ما تحليمي ما كنت ساورها. أقول كاليكولان مسبار خمش يوفا الكلير.